انت من سينا يا سليم؟ ايوه يا بيه. يعني تعرف ابو موسى؟ ومين ما يعرف ابو موسى يا بيه؟ اخباره ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. ايش الشباب هدول كلهم رايحين غزه؟ اصل احنا رايحين نجيب بضاعه وراجعين اخر الليل. يعني غريبه هذه. ايه الغريب اللي فيها؟ الناس بتاخد بضاعه من هنا بتوديها هناك. اول مره اشوف حد يسافر ياخد بضاعه من هناك ويجيبها هني. لا اصلا مش بضاعه بضاعه، هم لينا قرشين عند ناس رايحين نجيبهم. يعني زين هاجبك بيطني قد ايش؟ انتوا يهود؟ يهود ايه؟ يهود ازاي؟ احنا مصريين والباسبورتات اهي. اهو الباسبورتات اهي. مصري يعني مش ما فيش حاجة. أصل الواد إبراهيم ده يحب يعمل مقالب. ده إبراهيم، ما تتكلم يا إبراهيم. ده أنا بقول إن السواق سواقته ممتعة جدا وإنه كيوت. إنه إيه؟ كيوت. طب بص يا باشا، كيوت ولا مش كيوت؟ كيوت. ها؟ لا كيوت. كيوت. اطلع سولم. اطلع. لا كيوت أصلي. يلا سولم. أنت كيوت يا سولم. اطلع. رخصك. ناجي عطا الله، عميد سابق وملحق سابق بالخارجية. على فين يا ناجي بيه؟ رايحين نحضر فرح عقبال اولادك. فرح مين؟ فرح بنت ابو موسى في رفحه. ودول مين؟ دول الفرقه اللي هتعمل زفه وتهيص في الفرح. نقطه للعروسه يعني. اتفضل. اتفضل يا نجيبين. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله. عريسنا ازاي نجحيل الحلوه عروسته حلوه وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة. وعرسنا ازاي نكحيل العين وعروسته حلوة وجميلة. يا هلا يا حي الله يا حي الله ورحب. ازيك ابو موسى؟ الحمد لله يا ناجي بيك. الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. العليم الله انكم شرفتونا، والوجوه هذه اللي معك ما شاء الله عليها طيبه، وجوه سعد وبشاره خير بعد. ربنا يتمم بخير ابو موسى. يما دي العروسه طالقه. الجمال السيناوي اللي على حق. انت وش تقول يا ولد؟ ايه لا ده انا قصدي يعني ملهاش اخت دي يا ابو موسى؟ ما تاخدش بالك يا ابو موسى، اصل الواد يحب يهزر يعني. انت جننت؟ بتلاغي العروسه يا فرحها؟ كنت عاوز اعبر. لا تعبر ولا تبين، انت تقفل بقك خالص. بقول لك يا ابو موسى، ودي نهبق عليها ولا ايه؟ ايه ده؟ خد يا ابو موسى دول 21,000 دولار. احنا 7 في 3 ب21,000، وجواهم كمان النقطة بتاعتي للعروسة. يا سيدي مقبولات منك، بس الزوم بالاول تاخذون واجبكم من الضيافة، انتم ضيوفنا. لا 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 واجب ولا غيره. لا عندنا شغل. انت في الزحمة دي والليلة الحلوة دي تاخدنا بالراحة لغاية ما تفتح لنا البوابة بتاعت النفر. يا سيدي على خاطرك. على تقول عنه يا ناجي بيك نصير بالحال ان شاء الله. اسمعوا يا الربع، اتفضلوا جوا البيت ارتاحون شوي
وغيروا له ثيابكم وبعدين نتوكل. شرفوا. النبي يا باشا، بعد ما نخلص الشغلانه دي على خير لا تجيبني هنا تاني. سايق عليك النبي يا شيخ. هي ما عنده حق يا باشا، احنا لازم نرجع هنا تاني. انا شم ريحه خروف مشوي، ملوش حل يا باشا. يلا انت اهو، يلا. شرفوا. ايه ده يا ناجي بيه؟ مين كل دول؟ احنا فين؟ ده زي ما تقول موقف بني ادمين، يعني اللي هارب من حكم، اللي عامل لجوء سياسي، اللي طفشان من بلده، اللي طفشان من مراته. وكل دول هيعدوا معانا من النفق؟ والله يا ناجي بيه مثل ما انت شايف اليومين دول زحمة زحمة بحيل. اه موسم. نعم. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. انما ايه الحاجات دي كلها يا ابو موسى؟ انا حاسس ان انا في قرية البضايع في المطار. بقول لك ايه يا ابو موسى، انت هتمشينا امتى؟ اوعى تكون هتمشينا بالدور. انا مش ممكن هستنى كل دول. انا متفق معاك على الميعاد. ها طور روحك يا ناجي بيك، اصبر لما ابو شعلان ينطينا الاشارة. مين ابو شعلان ده يا باشا؟ ابو شعلان اللي بالطرف الثاني، اللي وده يفتح لكم بس تمرونا من النفق سالمين غانمين بعون الله. ما فهمتش ولا حاجه. ابو شعلان ده اللي في الضفه الثانيه من رفح، تبع رفح الفلسطينيه. طب ابو شعلان ده عنده بنت حلوه برضو؟ انا بسال بس، يمكن يكون وشنا حلو عليه نروح نلاقيها بتتجوز يا رفح. الو يا حي ابو شعلان. يا هلا حياك الله. اسمع انا زعلان منك. اي زعلان منك وزعلان بحيل بعد. انت وينك يا رجال؟ وينك للحين؟ ليه ما جيت الفرح؟ ها زين زين زين، ما يخالف عذرك.